أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة وبأمر من رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه بأن يكون يوم 30 نوفمبر من كل عام يوم الشهيد، ويعود اختيار قيادتنا الرشيدة لهذا اليوم هو استشهاد أول بطل إماراتي يدعى سالم سهيل خميس في نفس اليوم عام 1971 في معركة طنب الكبرى ضد القوات الإيرانية. وبأمر من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، تم تدعيم هذا الحدث بنصب تذكاري يتألف من 10 مستويات ويلامس فيها الآيات القرآنية وجدانه، ولتصل رسالة إمارة الشارقة إلى العالم بأسره من خلال عمل فني معماري وفق أهداف نبيلة، وللتأكيد أن البيت متوحد وأن شهداءنا باقون بيننا. ويأتي اختيار يوم 30 نوفمبر كيوم للشهيد الوطني تخليداً ووفاءً وعرفاناً بتضحيات وعطاء وبذل شهداء الوطن وأبنائه البررة الذين وهبوا أرواحهم لتظل راية دولة الإمارات العربية المتحدة خفاقة عالية، وهم يؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل الوطن وخارجه. تقام في هذا اليوم مراسم وفعاليات وطنية خاصة تشترك فيها مؤسسات الدولة كافة وكل أبناء شعب الإمارات والمقيمون فيها، استذكاراً وافتخاراً بقيم التفاني والإخلاص والوفاء والانتماء المتجذر في نفوس أبناء الإمارات التي تحلوا بها وهم يجودون بأرواحهم في ساحات البطولة والعطاء وميادين الواجب.